في انيشيتيف كده انا بداته، وبصراحه ما كنتش متوقعه رد فعل البراندز بالطريقه دي. احنا كلمنا براندز كتيره علشان احنا محتاجين نبعت حاجات لتقويه مناعه الدكاتره ولدعمهم نفسيا، انه احنا بنفكر فيهم وان احنا عايزين نبعت لهم احسن حاجات ياكلوها ويشربوها ويشوفوها علشان الضغط النفسي اللي هم فيه. حاولنا نوصل لاكتر من مستشفى، الحمد لله وصلنا مستشفى منهم فيها 200 دكتور وممرض وعامل، يعني الناس اللي شغالة. الحمد لله قدرنا نجهز لهم حاجات لمناعتهم، قدرنا يعني انا كنت هايلي سيلكتيف الحاجات اللي بختارها لهم، سواء المشروبات، الاكل، حتى الورد اللي هيروح لهم، كل حاجة. هوريكم صور من هاي اند براندز، ولسه كمان في براندز كتيره للاسف ما لحقتش تجوين اس علشان الابروفلز ما لحقوش ياخدوها، بس هيبقوا معانا. وانا حابه ادعو كل شركه ممكن تتحمس للانيشيتيف ده، ان احنا نبعت حاجات لتقويه مناعه الدكاتره، مش لبس ان هم ياكلوا ويشربوا وخلاص. احنا بنختار الحاجات اللي هي تكون فعلا صحيه ومفيده. المطاعم لو عايزين، اي شركات، حتى لو شركات هتبعت لهم منظفات او حاجات لايديهم، مرطبات، حاجات وقائيه، يعني الانيشيتيف ده very personal، مش تابع لاي جمعيه، مش يعني ما قدرناش نوصل لجمعيه تسابورت بسرعه، لانه طبعا كل الجمعيات مشغوله في ان هي ترتب للاسر اللي هي اوريدي بقت متضرره دلوقتي. بس احنا ركزنا في ان احنا نفكر في الدكاتره وفي الناس اللي هي موجودين في مستشفيات العزل، ان احنا نشجعهم وان احنا نقول لهم احنا بنفكر فيكم. فتاني، اي سيلبرتي، اي انفلونسر، اي براند انترستد ان هي تكون معانا، هحط لكم ارقام التليفونات اللي تكلمونا عليها او تبعتولنا عليها حابين تشاركوا بايه. احنا ان شاء الله النهارده ده اول يوم هنودي لهم الحاجات بتاعتهم، وان شاء الله هنكمل السبلايز كل يوم جمعه، هنكمل الحاجات في المستشفيات، في عسل بالمكسرات، في ديتوكس درينكس، في اعشاب عشان تديهم طاقه عشان تقوي مناعتهم، وفي حاجات كراكرز كده ياخدوها، هيلثي سناكس في النص، في حاجات كتيرة ان شاء الله تزيد اكتر. اي براند انترستد تبعت لنا وتجوين اس، واي انفلونسر او اي سيلبرتي عايز يكون معانا يقول لنا. انا بس حبيت اني انزل بنفسي، لاني بصراحة اتفاجئت بانه الناس كل واحد من قلبه، اللي عمل اكل، اللي عمال يجهز باكينج، هايبر ماركت فلامينجو بصراحة ما تأخروش، كل حاجة هتحصل عندهم، التجميع هيحصل عندهم، الدليفري بتاعهم هو اللي هيروح يوصل الحاجات. المستشفى طبعا متحوطة بسور كده، يعني في تأمين على المستشفى، فالدليفري بيوصل بطريقة أمان جدا، في ترابيزة معينة الحاجات بتتحط عليها وبنمشي، في حد تاني بيجي يستلمها. احنا تواصلنا مع إدارة المستشفى، وإن شاء الله يا رب نكون عند حسن ظنهم. عايزة أشكر حاجة عرفة، عايزة أشكر بلو، عايزة أشكر مش عايزة أنسى براند، هكتب لكم أسامي كل البراند. عايزة أشكر هاني أندو عشان الهاي كواليتي بيكريز اللي ادوها لنا، وفلامينجو على السابورت، وعايزة أشكر البراندز الكتيرة اللي بصراحة متحمسين جدا بس ما لحقوش ياخدوا أبروفلز وهيكونوا معانا الفترة الجاية. أي مطعم متحمس يقول لنا، بس احنا هنكون هايلي سيلكتيف في الأكل اللي اتبعت. احنا عايزين حاجات تديهم طاقة، مش عايزين أكل وخلاص، عايزين حاجات تحسن مناعتهم، عايزين حاجات كمان تديهم طاقة إيجابية. فاللي عنده كمان أي فكرة تانية نقدر نضيفها للإنيشيتيف ده عشان يكون بأحسن صورة، وعشان نقدر نشجعهم يكملوا وياخدوا بالهم من نفسهم وبس كده. فأنا رايحة النهاردة أخلص معاهم التعبئة للحاجات، احتمال ما اقدرش انزل تاني، بس كان لازم انزل النهارده. الناس دي كلها نزلت علشاني، الناس دي كلها اللي عمل اكل، اللي بيجمع حاجات، الناس عملت مجهود كبير بصراحه. فان شاء الله الموضوع ده يتم على خير، ودي ابسط حاجه نقدر نقول بيها شكرا للدكاترة على دعمهم، وعلى ان هم فعلا في ازمة زي دي يعني بين قد ايه هو انسان قبل ما يكون دكتور. برضو لازم اشكر
دكتور محمد المانجر او الاونر بتاع فلامينجو وجريس البروجكت مانجر بتاعتي على كل الترتيبات وعلى كل حاجه حصلت. وهستنى انه اي حد تاني انترستد يسبورت الانيشيتيف ده. وبس كده شكرا. اخر حاجه دي البوكسات اللي فيها الاكل صح كده، ودي حاجه الحاج عرفه، ودي حاجه احمد كي، والصابون بتاع الدول، والفاكهه من فلامينجو، والورد. يعني هنيه متشكرين قوي على الورد، وربنا يجعله في ميزان حسنات الجميع. جريس ثانك يو على الافورت المش طبيعي اللي انت عملتيه بجد. ثانك يو اني تايم دكتور. يا بصوا بقى احنا هنودي ايه ان شاء الله. يعني الحاجات مش باينه قوي، انا هصور لكم صوره واوريكم. بس احمد تي ادونا السلكشن هيرب بتاعتهم، وادونا الشاي الاخضر بالليمون، وهنودي صابون كمان، وهنودي برتقان، وهنودي البينك ليمونيد من جلو. وهم برضو اللي عملوا الميلز، هوريكم صوره يعني اقرب للميلز. الكراكرز دي هيلثي كده عشان ياخدوها مع اي دابنج. المره الجايه ان شاء الله نكون قدرنا نوفر الدابنج. حاجه عرفه متشكره قوي على العسل بالمكسرات. يعني اللي عايز اقوله لكم انه الناس مش عايز تبعت اي حاجه وخلاص، الناس عايز تبعت احسن حاجه، والدكاتره انتوا مش متخيلين مبسوطين ازاي. وهنبعت لكل دكتور ورده، دي اهم حاجه في الموضوع. مبسوطين قوي، مبسوطين، بيقولنا احنا مبسوطين انتوا فاكريننا، مبسوطين انتوا بتفكروا فينا. يعني احنا اللي المفروض يعني مش ناسيينهم، احنا مش بس فاكرينهم، احنا مش ناسيينهم. احنا لسه مستنيين اي حد انترستد يجوين اس. احط لكم الاكونت بتاع جريس، معلش بقى استحملي. لا مستحمله جدا وعلى قلبي زي السكر. ويا رب الناس كلها تتشجع وتشارك في الانيشيتيف اللي دكتور نورهان عاملاها، لان ده واجبنا، واحنا مش بنمن على حد، احنا ده لازم نعمل كده، لان كلنا لازم نبقى ايد واحده علشان نحارب المرض ده، الفيروس ده. ان شاء الله ان شاء الله. احط لكم الاكونت، سوري، احط لكم الاكونت بتاع جريس. معلش يعني هنحاول نحط ارقام موبايلات، بس احط لكم الاكونت بتاعها. ابعتوا لها دايركت مسج لو اي براند مانجر، لو اي حد عنده حاجه، حتى لو خضار فاكهه حاجات ينفع ياكلوها هما في المستشفى، حاجات للاميونيتي طبعا، دي اهم حاجه اصلا بالنسبه لنا. يبعت لنا وان شاء الله نقدر نعمل حاجه بقى. ابراهيم انا متشكره ليك ولكل الفريق بتاعك اللي تعبوا معانا، ومبسوطه بالفيدباك سمعته منك. الناس يا جماعه رايحين وهم مبسوطين الحمد لله، مش خايفين، احنا واخدين الاحتياطات كويس جدا. متشكره، شرف لينا طبعا ان احنا نساعد في حاجه زي كده، ودي بلدنا كلنا، ان احنا لازم نخاف على الناس كلها، وربنا يكرمنا والوباء ده يعدي على خير، وان شاء الله اللي جاي احسن من كده. ربنا يديك الصحه، واحنا شكلنا ان شاء الله مكملين، انا متفائله، دي مش مره وخلاص، ان شاء الله بس احنا بنتعامل مع حضرتك. ربنا يخليك، ربنا يخليك.